أعزائي المشاهدين، ده المقدمة الكلاسيكية دي، أعزائي المشاهدين، أحد يقول لك إن الدنيا سواد واللي جاي أسود منه ما تصدقش، أحد يقول لك إن اللي فات حمادة واللي جاي حمادة ما تصدقش، أحد يقول لك اشتري مني وخد مني وأديني بقول لك وخليك فاكر وهتعدي الأيام وهيطلع كلامي صح بعد إذنك ما تصدقش، كل ما هو متعلق بضبابية المشهد أو لا قدر الله سواد المشهد السياسي المصري كذب. كذب مطلق. لا الدنيا سواد واللي جاي سواد، ولا اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني، ولا انا طب انا هقول لك بقى العكس، لو سمحت احسبها عليا، اللي جاي افضل بكتير. ده كلامي؟ لا، ده كلام مديره صندوق النقد الدولي بنفسها، هي اللي بتقول، مديرة صندوق النقد الدولي. لما حد بيحب يتشعبط في كلمتين سلبيتين يقول لك بص ده صندوق النقد الدولي قال، الحق ده صندوق النقد الدولي معاصلك، الحق ده صندوق النقد الدولي بيتراجع. مش في ناس بتقول الكلمتين دول؟ انا بقول لك كذب. كذب. مديرة صندوق النقد الدولي بلسانها تشيد بمصر وقدراتها على المساهمة في حل الوضع الرهيب الذي يعيشه الجوار، مدير الصندوق الدولي بتشيد بالدور الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي والخطوات الاقتصادية المصرية. قالت الكلام ده فين؟ قالت الكلام ده على سكاي نيوز. عايز تشوف وتسمع؟ اتفضل يا فندم. Excellent discussion with President Sisi. That was a chance for me to also express the gratitude of the world to Egypt for being this sound, stable country, and also for the help in the terrible situation that is now experienced right there in the neighborhood. Egypt is surrounded by countries in trouble, from Sudan to Libya, to, of course, Gaza, and that role of Egypt, of course, is only possible with a strong economy. I have expressed also our respect for all the steps Egypt has taken, and Egypt has done a lot on the reform front in terms of creating better environment for private sector investment.